السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا بالإخوة الكرام. أعتذر كثيرا، يعني غياب طويل، وشكرا للعديد العديد العديد من الإخوان المتابعين. بعض الإخوان لم أراهم في حياتي قط، لكن هناك تواصل دائم الحمد لله. شكرا للعديد من الإخوان الذين كانوا دائما يسألون ويكتبون على الخاص في الواتساب أو على الخاص. للأسف لم أدخل إلى الفيسبوك كثيرا حتى في الخاص، لكن هناك بعض الإخوان كانوا يدخلون يعني كثيرا عبر الواتساب اللي عندهم رقمي ويتواصلون. بسبب الغياب سأحكي لكم سبب الغياب إن شاء الله الإخوة الكرام، ربما ستخمنون ذلك. والحمد لله الحمد لله الآن صارت الأمور جيدة بعد مخلفات المرض، لكن سأحكي لكم إن شاء الله. الحمد لله الإخوة الكرام، الحمد لله، شكرا. نعم فعلا غياب طويل بسبب المرض الإخوة الكرام، سأحكي لكم إن شاء الله سبب الغياب. لكن الحمد لله كما ترون الفراخ التي وعدنا بها بصحة جيدة جدا. هناك جزء كبير من الفراخ محجوز، وهناك فراخ سأعمل فيها عرض، يعني فراخ كانت خاصة بعض الأزواج يعني محجوزة، وفراخ أخرى سأعمل عرض إن شاء الله 1500 درهم للزوج، يعني لفرخين لسلالات لن يتصور أي أحد أنه ممكن يكون بهذاك السعر. لا يمكن أن يتصور أي أحد لما يرى بيديغريات الوالدين أن يتصور أنه ممكن تكون بهذاك السعر، إلا أولاد البورش لأنه محجوزة، أولاد بعض الحمام الآخر. وهناك ما شاء الله العديد من الحمام ممكن يستفيد منه العديد من الإخوة، سأريكم ذلك الآن فيما بعد إن شاء الله. على العموم سأحكي لكم سبب الغياب الإخوة الكرام. كنت مريض بكورونا، ربما المتحور الجديد اللي هو دلتا، وكانت إصابة شديدة نوعا ما، يعني كنت غير قادر على الحركة لبضعة أيام. كان هناك حرارة مرتفعة، كان هناك صداع فظيع فظيع في الرأس، ومرت يومين لا أستطيع أن أتحرك فيها. فقمت إما بالبحث، وهنا في المغرب في بروتوكول المغرب يعطون فيتامين دي بتركيز معين، ويعطون الزنك كما تعلمون، يعطون فيتامين سي. وانا قمت ببعض البحوثات الكثيره الكثيره المعمقه جدا، شيء ما علميه اكثر. هنا يعطون كذلك الانتيبيوتيك، هذا الموضوع الذي نتكلم فيه كثيرا. الله يسلمكم الاخوه الكرام، الله يسلمكم، الله يسلمكم، بارك الله فيكم. هذا الموضوع الذي نتكلم فيه كثيرا بالنسبه للانتيبيوتيك، ما هو الانتيبيوتيك وما هو دور الانتيبيوتيك، ما هي سلبيات الانتيبيوتيك، يعطونه الان من الاول. يعني ربما انت تذهب الى الصيدله وتقول شخص ربما فيه كورونا، يعطيك كذا كذا كذا، ويعطيك الانتيبيوتيك، نوع معين من الانتيبيوتيك اسيكس اللي فيه ماده معينه اللي هي تهاجم البكتيريا التي تكون غالبا في الرئه، تهاجم الرئه. هو نوع من الانتيبيوتيك الذي يعمل على وقت شيء ما طويل، بحثت عليه كثيرا، بحثت فيه كثيرا، لكن عنده مشكل انه يسبب الملتي ريزيستنت بالنسبه للبكتيريا، يعني لا يقضي عليها كلها لانه مفعوله خفيف، يقولون خفيف، فممكن ان تبقى ممكن تسبب مشكل. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني انه للاسف بعض الدول متعودون على استعمال الادويه خصوصا المضادات الحيويه، ليس اي دواء، خصوصا هذا الانتيبيوتيك، متعودون على ذلك، وهذا مشكل كبير وكبير كبير جدا. يعطوك الانتيبيوتيك بدون معرفه انه هذا الانتيبيوتيك هذا هو اخي حسين، هو يعني ربما يسبب لك مضاعفات خطيره اذا لم تكن عندك اصابه بكتيريا. هم يخافون من ان بسبب اصابه كورونا ان تكون عندك بكتيريا كذلك ممكن تذهب لك للرئه، لكن هذا يحتاج الى تشخيص طبيب، يعرف عن طريق الاعراض كيف تغيراتها، وعن طريق التحليل ممكن يعرف هل هناك اصابه بكتيريا. لكن غالبا المشاكل تكون هي بشكل الفيروس، الفيروس لا يموت بالانتيبيوتيك. عندما تاخذ الانتيبيوتيك سوف تموت لك العديد من الخلايا المعوية النافعة، البكتيريا النافعة عفوا، البكتيريا التي تساعدك في رفع المناعة، فممكن انك تقتل منها جزء كبير. يعني كنت انا في حالة شك لانه وصلت الى مرحلة صعبة، والعديد من الاخوان يقولون اللي خذ الانتيبيوتيك، والانتيبيوتيك قاموا بشراء لي الانتيبيوتيك واعطوا لي في اخر لحظة، لم اخذ الانتيبيوتيك، لم اخذ المضاد الحيوي. بل ماذا فعلت؟ بعثتهم يشترون لي البروبيوتيك، يعني مثل انتروباك وما الى ذلك، والاشياء التي تعزز الامعاء وصحه الامعاء، بكتيريا نافعه. عوض اني ناخذ الانتي اخذت البرو، يعني اسم الانتيبيوتيك هو عكس اسم البروبيوتيك. الله يسلمكم اخي، الله يسلمك اخي ابو عمر، بارك الله فيك. ف
فأخذت هذه البكتيريا النافعة وعززت بها مرة أخرى البكتيريا الموجودة عندي أصلا. هناك تقريبا 2 كيلو عند كل شخص من البكتيريا النافعة يحملها في جسمه. فلماذا أقتل منها جزء كبير بالأنتيبيوتيك وأنا لا توجد عندي إصابة بكتيريا؟ يعني كنت أقول إذا طول الأمر يجب أن أتحقق عند الطبيب، هل لا يوجد هناك أي أمل في معالجة حتى البكتيريا كان عندي إصابة بكتيريا ثم أخذ الأنتيبيوتيك، لن أخذه فقط هكذا. فالحمد لله الحمد لله مرت الأمور جيدة، حسست بأن المناعة بدأت ترتفع، أخذت الفيتامين دي قطرات، هو يدوب أصلا. هناك أنواع من الفيتامينات يجب أن نعرف هذا، حتى بالنسبة للحمام الإخوة الكرام سأعمل حلقات أخرى في برنامج سبورة الزاجل. هناك فيتامينات تدوب في الزيوت مثل فيتامين دي مثل فيتامين أ بعض الفيتامينات الأخرى، وهناك فيتامينات تدوب في المياه، يعني من الأحسن يؤخذ مع الزيت ليس مع الماء كي يستفيد منه الجسم، يؤخذ في المساء. لا كورونا فيروس أخي، لا ليست بكتيريا، على العموم فيروس من الفيروسات التاجية. فأخذت الفيتامين دي بجرعات أكثر، وأخذت بطبيعة الحال الزنك، لكن لا أطول في الزنك، يعني فقط 5 أيام، لأنه يسبب مشكل في مادة النحاس أن تنقص، وإذا نقصت مادة النحاس يكون عندك مضاعفات أخرى وخطورة أخرى. يعني أخذ فقط 5 أيام بتركيز عالي، أنا أخذت تركيز 50 ميلي جرام، سأحكي لكم كل شيء في 5 أيام. وأخذ بطبيعة الحال الفيتامين سي، كنت أخذه مرة ومرة لا، يعني 1000 ميلي جرام، يعني 1 جرام في الحبة. وكنت أعزز الفيتامين سي الطبيعي اللي هو أهم كثيرا من الفيتامين سي الآخر، كنت أكله في الفلفل الأحمر والأبيض الأصفر والأخضر، مع البصل ومع طماطم ومع زيت زيتون مع أمور أخرى. الشيء الآخر هو الكربوهيدرات ممنوعة، اللحم ممنوع، الكربوهيدرات يعني بكل ما فيها، يعني المعجنات، الخبز الأبيض، حتى الخبز الآخر يعني لا أخذ، والسكر خصوصا السكر، يعني كي لا يرتفع مستوى الأنسولين، كي لا تكون عندي مقاومة الأنسولين ثم تخفض المناعة. فبدأت تحسن يعني عجيب سبحان الله في الأواخر، بعد ما كنت يعني في حالة خطيرة، كنت أحسس بنفسي يعني خلاص سوف تأتي مرحلة الرئة وسوف يأتي مرحلة ضيق الصدر، لكن الحمد لله لم تأتي. كانت هناك كحة لأن الفيروس وصل الرئة، لكن الجسم أنتج مضادات الإي جي إم والإي جي جي، سوف أشرح هذا. هناك يعني ارتفاع للمضادات، هناك 5 أنواع مضادات ينتجها الجسم ضد الفيروسات ضد الأمراض، 5 الأنواع، من ضمنها الإي جي إم والإي جي جي. هناك الإي جي إي، الإي جي دي، هناك أنواع مختلفة ربما نتوغل فيها. الله يبارك فيك أخي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الإي جي إم كان عندي إحساس أنه المضادات الإي جي إم هي الأولى التي ترتفع إلى مستوى معين، ثم تأتي الإي جي جي وترتفع أكثر، وتبقى الإي جي جي أكثر، يعني نوع من المضادات يذهب إلى هذه الفيروسات التاجية ثم يخرب لها المستقبلات، وكذلك البروتين الجيني لها. مهم، أمور معقدة شيئا ما وطبية. فأحسست بذلك، وأحسست كذلك بارتفاع المضادات الحيوية، فعندما يذهب صداع الرأس تذهب الحمى، فكون على يقين أن هناك مضادات بدأت تعمل عملها. الحمد لله ذهبت بعد ذلك، بعد ما كان تحسن، أن هناك كحة، كانت كحة ناشفة، مرة ناشفة مرة لا، لأنه يعني هذا المتحور الدلتا يعني خطير، يعني مختلف، يعني على حسب بعض الأحيان الأغلبية يظنون أنه عنده نزلات برد. قمت بالاستحمام وعندي فقط نزلات برد، لكنه هو غالبا يكون هذا الفيروس هذا الخطير. على العموم فذهبت وعملت يعني فحص بالأشعة، ووجدت أن الرئة أصيبت بما بين 15 إلى 20% من خلايا الرئة دمرها الفيروس. لكن بعد ذلك عملت تيست سريع، فوجدت أن الفيروس يعني اختفى، والحمد لله المضادات الآن موجودة، الإنسان يحس بنفسه بشكل جيد، والرئة ستستعيد عافيتها بعد تقريبا 2-3 أشهر، ربما أقل على حسب تغذية الشخص، على حسب قوة مناعته، على حسب خصوصا التغذية هي كل شيء، هي الصحة هي كل شيء الإخوة الكرام. هذا هو. ف 15 إلى 20% قالوا لي يعني شيء قليل، لأنه بالمقارنة مع العديد من الأشخاص 50% 60% إلى 80% تصاب الرئة، وهذا الأشخاص هذو أخذوا الأنتيبيوتيك، يعني العديد منهم أخذ الأنتيبيوتيك، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يصلون إلى تلك الحالة. هناك أشخاص لا يصلون إلى حالة صعبة يمر عليهم مرور الكرام، لأنه يعني ربما عندهم أصلا هذه المضادات أو تنتج هذه المضادات بسرعة كبيرة. فالحمد لله بنظام غذائي جيد وبمكملات غذائية، مكملات غذائية دون مضادات حيوية،
تمكن الجسم من انه يكون عنده تعزيز. فوصل فيتامين دي عنده دور كبير. فيتامين دي هو نقول عليه فيتامين، لكن هو اكثر هرمون من انه فيتامين. ربما الانسان يبحث عليه كثير وسيعرف كثيرا عن هذا الفيتامين هذا. انا كنت اعطيه للحمام على فكره مرات، بعد ما قريت عليه الان سوف اعطي للحمام هذا الفيتامين هذا فيما بعد. يعزز الريش، يعزز المناعه، يعزز التنفس، وهذا هرمون يذهب الى الابواغ الرئويه ويساعدها كثيرا، يعني يذهب كذلك حتى الابواغ الرئويه، غير انه يعزز المناعه بطريقه معينه، يعني شيء كما لو انه هرمون يعزز هذه البكتيريا، هذه المضادات الحيويه الطبيعيه التي ينتجها الجسم يسرع من انتاجها. لا هو لا الفيتامين سي، الزنك عنده دور اخر سنتحدث عليه ان شاء الله. ما قمت كذلك باخذه الاخوه الكرام، ربما يعطيها الانسان كذلك للحمام في المستقبل، الا وهو البروبوليس بطريقه معينه. اخذت جيلي رويال اللي هو غذاء ملكه النحل، واخذت شيء لا يعرفونه هنا كثيرا هو مهم جدا اللي هو الاوميغا 3. الاوميغا 3 ستحدث عنها ان شاء الله في وقت لاحق، عندها دور كبير كبير جدا. على العموم لا اريد ان اكثر عليكم في المسائل العلميه والمسائل الاخرى. الحمد لله الان عدنا، الله ينورك اخي الكريم، بارك الله فيكم. الحمد لله الان عدنا، اريد ان اتقاسم معكم التجربه هذه اللي كنت فيها. ماذا اخذت كذلك؟ اخذت شيء من المغنيسيوم المركز 400 ملغ، واخذت البي 12 هذه نعطيه للحمام، عنده دور اخر كبير، الموجود في بي تي امين فورت، الموجود في الانتروباك كذلك، الموجود في، يعني اخذته هو مكمل غذائي للانسان. حبه فوره مركز كذلك اخذت منه بعض الاحيان. الحمام لا يمرض بهذا الفيروس تاجي، سبحان الله، حتى انه الزاجل لا يمرض، انفلونزا الطيور، انفلونزا الطيور لا تضرب الحمام سبحان الله، بل هو عنده مشاكل اخرى. هنا احد الفراخ عنده مشكل لكن صار بصحه جيده. لا استعمل مضادات الحيويه، قلتها لكم هذا الحمام هذا لم ياخذ مضادات الحيويه وصحته رائعه جدا. هناك طرق معينه برفع مناعته راحته. الان ساقوم معكم بجوله بالنسبه للحمام، لكم تشوقتوا تشوفوا اللوفت مره اخرى واريكم الحمام الذي سيكون فيه العرض اللي قلته في اول فيديو. شكرا للاخ ياسين الذي كان ياتي ويساعدني حتى في التنظيف للحمام والعنايه به. الجريت دائما موجود. هذه هي الفراخ ما شاء الله، اغلبها فراخ بلجيكيه. هناك جزء من هذا الفراخ محجوز ودخلت الان في تغيير ريش، هذا فرق كذلك محجوز، هذا ابن الانثى المنحدره من ييتي اللي هو كان اسرع مرقط، هي واخوها هذا المرقط الابيض. وسبحان الله الان اعطوني فرخ يشبه صاحب الريشه البيضاء اب السوبر اس مرتين، عملته مع هذا الانثى هذا هو والدهم. لكن في التفريخه الثانيه اعطوني حمامه بيضاء فيها بقعه صغيره سوداء في الوجه وعلى الجناح، ساريكم هذا الحمام ان شاء الله. وفرخ اخر سبحان الله مثل الاب، ذلك الذي هو موجود عند دينيس فافا، البطل الكبير دينيس فافا. الحمام دخل في تغيير الريش وهذا شيء جيد جدا بالنسبه للحمام، يعني حتى الجهاز المناعي سيكتمل ان شاء الله بالنسبه للفراخ. بالنسبه للفراخ هنا فراخ سوف يتم عزلها ان شاء الله، هذو الابطال الذين شاركوا عندي كذلك منهم فراخ. الدفعه الاولى من الفراخ اخذها احد الاخوان، نتمنى الله سبحانه وتعالى يسخر له فيها. وهناك فراخ اخرون، هذا فرخ، هذا فرخ ما شاء الله، هذا فرخ، وهذا والديهم، يعني حمام رائع. في درابا في دينيس فافا شتاين برينك، وهذو فيهم سوبر اس والاسات، هذا كذلك فرخ رائع. هذا من الحمام اللي لاعب، واجداد هذا الحمام موجوده كذلك هنا في المغرب في اللوفت الثاني عند الصديق، صديقي يعني اللي كنت عملت معاه تنظيم. هنا الحمام البلجيكي طرق فقط الاناث، بعض الفرق سوف يتم عزلها، هي كذلك فرق بلجيكيه. هذه الفرق التي سيكون فيها ان شاء الله العرض الذي قلت ب 1500 درهم للفرخين، لكن لا اضمن ما المده التي سيبقى فيها هذا العرض او سيبقى فيها هذا الفراخ، لانه ما شاء الله هناك العديد عن الاخوان يسالون، وكنت للاسف اسف جدا لاني لم اكن اجيب دائما. هنا تركت الاناث، ها هي الانثى المنحدره من يتي ما شاء الله، انثى جميله جدا، وهي اصلا لعبه في المانيا عند دانيال بيكر، عندها مراتب جيده. وهنا حمام بلجيكي وبعض الفرق التي سيتم عزلها. ساذهب اريكم ان شاء الله فرخ فرخ البورش، هناك فرخ وحيد سبحان الله مع انثى رائعه اللي هي فيها مرتين الهاري، وهذا حفيد البورش، حفيد البورش مع حمام رائع لأطي بريدينغ لوفت صديقنا. سأريكم
هنا الإناث، يعني بعض الإناث التي لم يتم تزويجها سوف نقوم في العام المقبل ربما إذا احتفظت بالحمام أصلا بأخذ منها فرخ. وهنا الذكور مع بعض الفرخ اللي الآن كبرت، سبحان الله انظروا، يعني هذا هو ابن حفيد البرج اللي طلع توا من تلك السلالة اللي عند بيبا، نفس اللون، نفس السيوف البيضاء، نفس النقط البيضاء على الوجه وفي اليد، رائع رائع جدا. هذا الذكر هذا أو أنثى لا أعلم الآن محجوز. هذا حمام من الفرنسية ما شاء الله، مع ذكر بلجيكي رائع اللي هو هذا. البيديغري هذا يعني تتحدث عن نفسها، يعني لن أستطيع أن أقول لكم الآن أي شيء. أحيانا أحكي لكم الحمام وبعض الأشخاص يقولون يريد فقط البيع، يريد المهم على العموم عقليات وما لا يفيد ذلك. هذا هو الحمام البيضاء الذكر الأبيض، وهذا الأب، هذا هو الريشة البيضاء المعروف أب سوبر أس، ووضعناه مع عيتي. هذه المرة أعطوه هذا الذكر الأبيض، سبحان الله قليل من الأذر، وأعطوه هذه الأنثى الرائعة في اليد كذلك، اليد أخرى تشبه أبوها كثيرا. هذه هي التفريخة الثانية، ولم يعني نسيت الشخص الذي كان محجز لي التفريخة الثانية من هذا الحمام، نسيت التفريخة الأولى أصلا محجوزة. هنا ذكور رائعة أخذنا منها كذلك، فراخ ستكون في ذلك العرض، هنا فراخ سوف يتم إن شاء الله عزلها غدا جاء الوقت. هذا هو حفيد البرش، هو هذا. والأنثى اللي أعطيناه في اللفت الآخر يعني فيها كونسونغان للهاري، الهاري الذكر المعروف الأول على 28 ألف حمامة، والأول مرة أخرى على العديد من آلاف الحمام جون هويمانس. هذا بيض فقط بلاستيكي، يعني وقت الفراخ انتهى. العموم لا يمكن الحديث عن كل هذه الحمام وأصوله في وقت وجيز، فقط بالنسبة للإخوان الذين يقولون نريدك أن تورينا وعدتم أن سأريهم مرة أخرى إن شاء الله الحمام والفراخ، فوريتهم حمام يلعب يريد أن يطير، حمام في صحة جيدة ورائع وجميل جدا. هناك منهم من هو محجوز، هناك منهم من الآن سيدخل في هذا العرض الذي قلت. الإخوة اللي حجزوا الحمام ديالهم حجزوا من حمام معين مخصص بسعر معين، وبقية الحمام سيكون في هذا العرض. هذا هو الإخوة الكرام. على العموم كنت أريد فقط أن يكون فيديو قصير أحكي لكم فيه سبب الغياب ونتحدث على بعض الأمور. بالنسبة للحمام دائما 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 رون فريد، يعني دائما المواد المعروفة، وكونوا على يقين إن شاء الله أنها سوف تأتي قريبا مواد كثيرة. هذا هو بالنسبة للإخوة الذين يسألون ماذا تعطي للحمام وماذا وكيف تربي الحمام، هناك مواد أخرى في الخزانة الأسفل، هناك مكملات أخرى. فهذا هو، كان هناك هو أنت لي يا بطل ما بتسبشي في النقاط، ما فهمت أخ أحمد ربيع، لم أفهم سؤالك، أرجوك مرة أخرى طرح السؤال يكون أوضح. عزيزين بحاجة لراحة كم من الوقت بقي المرض، ومتى قمت بالتحليل الأخير لمعرفة زوال المرض؟ التحليل الأخيرة قمت بها بعد مرور تقريبا أسبوعين من المرض، أسبوعين أو أكثر شيء ما، وسأقوم بتحليل الدم لمعرفة يعني عدد الكريات البيضاء أو عدد المضادات الفيروسية اللي قلنا أنها الإي جي إم والإي جي جي، كم عددها تقريبا. وهذا شيء مهم أنه يعرف الإنسان أنه عنده هذه المضادات هذه، لأن تقية مثل التلقيح الغير معروف هو أنه كم تبقى، يعني على حسب كل شخص وعلى حدة كم تبقى هذه المضادات في الجسم. والسباق في المغرب يكون في أول السنة، بداية السنة، هناك اختلافات يعني 15 يوم إلى شهر إلى شهرين، هناك من يبدأ شهر بعد بداية السنة، هناك من يبدأ قرابة رأس السنة، فهنا يبدأ السباقات. الله يبارك فيك أخي أبو زهراء، بارك الله فيكم أخي الكريم. سأرجع إلى الكومنتات، يعني لم أقرأها كلها، ربما يكون هناك أحد الأسئلة. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا شكرا شكرا.
هذا هو اخي الكلام تقاسمت معكم هذه الاخوه الذين التحقوا بنا ربما سيرجعون الى اول فيديو، فمرحبا بهم. نعم اخي، نعم الرقم هو 06 61 31 82 09. مرحبا واتساب. السلام عليكم، الحمد لله، الله يسلمكم، الله يسلمكم اخي ياسين، بارك الله فيكم. على العموم شكرا جزيلا لجميع الاخوان، تحياتي لكم. ساعود مره اخرى صبورة الزاجل، بعض الامور العلميه، بعض الاشياء التي نستفيد منها واللي هي يعني واقعيه، لا توجد فيها لا خزعبلات ولا نيه الوصول الى هدف معين والكذب على الناس. يعني سنحاول ان شاء الله، اذا كان هناك شيء متاكد منه 100% ورايته، يعني قراته بالالمانيه ثم درست عليه بلغات اخرى، وجدته في عده مجلات وعده تحقيقات، فهذا هو ما ساخبركم به ان شاء الله، يعني يكون من مصادر موثوقة ومن أشياء مجربة كما العادة. نعم شاركت فقط للتدريب وكانت نتائج جيدة وكان هناك مشاكل فقط للتجربة كنت أجرب بالحمام. الله يبارك فيك. السباق في النقاط العالمية، والله كان هناك بعض الأفكار أنه يبعث بعض الحمام إلى بعض النقاط العالمية، لكن لا أدري، هل ربما سيرسل أم لا، لا أدري، سوف نرى إن شاء الله. يعني لم أكن حبيت تلك فكرة الدربيهات، وحبيت أن الحمام يكون جيد ويكون هناك أسلوب تعامل مع الحمام وتغذيته، لأنه بعض الأحيان في الدربيهات بطبيعة الحال هناك بعض الحمام الجيد الذي يربح، وهناك بعض المربين عندهم أساليب معينة ويعرفون ما هو الحمام الذي يرسلونه إلى هناك، كيف يربونه من أجل النجاح، لكن هناك تكون بعض الأحيان ضربات الحظ في العديد من الدربيهات. تجد نفس الأشخاص شاركوا للسنة الثانية وتقلب كل النتائج، كل مرة من هو يربح لا أدري، رغم أنه نسبة أنه حمام جيد يظهر نعم، لكن هناك نسبة الحظ كذلك تلعب دور كبير جدا في النقاط المشتركة على العموم. لكن هي جميلة، يعني ينتقي من الإنسان الحمام الذي يحب العودة، لأنه يعني الحمام يعمل بنفس الشكل بنفس الشيء، ونتمنى إن شاء الله يعمل بنفس الشكل وفي نفس المكان، فممكن الإنسان يعمل مسألة التنقية اللي هي السيليكشن تكون جيدة في النقطة الواحدة. لكن بالرغم من ذلك كان عندي دائما عندما أحلل النتائج كل سنة أجد أن ضربات الحظ تكون أكثر. على العموم ربما يتم المشاركة هناك، تبقى المكملة صالحة إذا وضعت في مكان في السطح، نعم تبقى صالحة إذا لم يتغير اللون ولم يتغير الرائحة ولم تغير الشكل، يعني بنسبة أكثر من 90% فهي صالحة، يعني في مكان يكون فيه الظل ومكان يكون فيه يعني شيء ما بارد، وعلى حسب نوع المكمل، هناك مكملات تتلف بسرعة وهناك مكملات يعني لا تتأثر بسرعة. أخي كان اللهم أمين أخي كريم، واجعلها مغفرة للذنوب. نعم أجبتك أخي محمد، حتى نولي نشم مندوق نتلقى القهوة إن شاء الله. سي الزروالي تحية لك أخي الكريم، سي أنوار بارك الله عليك خويا، بارك الله فيك. على العموم هل تبقى، يعني أخي بعثت هذا السؤال 4-5 مرات، نعم جاوبتك عليه. نزار مرحبا أخ نزار. العموم إخوة الكرام، بقيت 5% في البطارية، أعدكم إن شاء الله أنه الحمد لله الآن كنت سأذهب إلى ألمانيا، آسف جدا كنت سأذهب إلى ألمانيا وأقوم لكم من هناك بفيديوهات، لكني في آخر لحظة سبحان الله في الأسبوع ما قبل الأسبوع الذي سيأتي وسأسافر فيه إلى ألمانيا يعني مرض، وبعد فقط الأولاد الحمد لله هم لم يصابوا، وبقيت هنا في المغرب. الآن تغيرت القوانين في ألمانيا، المغرب صار يصنف من الأماكن الخطيرة بالنسبة لكورونا، وإذا ذهبت هناك يجب أن أبقى في الحجر، ويعني هناك العديد من الأشياء، أريد أن أبقى هنا يعني مدة أطول، ثم أذهب إلى ألمانيا إن شاء الله حتى أستعيد العافية، حتى تصير الأمور أسهل بالنسبة للسفر والعديد من الأمور، وتنخفض نسبة العدوى من كورونا، لأنه كنت قلتها السنة الماضية سبحان الله لأهلي وحتى لأصدقائي الذين يعرفونني ربما يشاهدون الآن، قلت لهم في السنة الماضية في عيد الأضحى، قلت لهم يعني تخوف، عندي تخوف كبير من أنه يأتي الصيف المقبل وستكون حالات كورونا عالية جدا مرة أخرى، فوقع الشيء الذي كنت أخمنه، يعني مناعة الجسم لن تبقى، حتى لو كانت هناك تلقيحات فهناك العديد من الناس لم يلقحوا، يعني حتى المناعة التي كانت عند الناس
الذين أصيبوا بكورونا يعني ذهبت في خلال سنة، وأخشى أن هذه التلقيحات سوف نحتاج لها كل سنة على العموم، ودي أمور ستظهر من بعد إن شاء الله. في نقطة من نقاط مصر، الكابتن محمد ياسين ما شاء الله عن نقطة الأهرام الدولية التي يشارك فيها فريق رونفريد، فريقنا عنده نتائج رائعة جدا من الأوائل، والأسبيهن فيها شتاين برينغ، فيها ألفريد بيرجر، فيها دينيس فابر، فيها كذلك حتى أولغيش، سيمون أولغيش كان هناك في مصر وقمنا بلايف معاه إن شاء الله. محمد أحمد، بعض الأفواه، لماذا لغلق بعض الأفواه؟ لا أدري ما هي الأفواه وماذا يقولون. يعني السنة الأولى التي شاركت فيها ربحت كل شيء الحمد لله، وكنت في آخر مكان ممكن في الموقع، أخيب موقع، وكانت هناك يعني الحمد لله بطولة العصير، بطولة المتوسط، بطولة. والسنة الثانية شاركت بنفس الحمام ولو أنه كان مفرغ ولم أريد أن أشارك، لكن شاركت به وكانت نتائج رائعة جدا، وعن أكبر نسبة أسبيجن، لا سوبر أس ولا الأسبيجن كانت في هذا اللوفت، وهذا هو المعيار، أفضل لوفت عدد الأسات الأسبيجن، بالرغم من أن الموقع ليس جيد في السنة الثانية. والسنة الثالثة قمت فقط بالتجربة، الحمام لم يدرب، لم يأخذ أي شيء، وكنت شفتوا معي الفيديوهات، الفيديو اللايف، عملت لايف، قال لك علي ماذا عملت الفيديو، أنا لم أكن أعرف أنه سيدخل الحمام، بل كانت عندي نسبة أنه أكثر من 50% هذا الحمام لن يحقق نتائج جيدة، ربما نتائج متوسطة، فكنت الأول والثاني والثالث والرابع وأنا عامل لايف، يعني مغامرة، يعني يريدون أن يظهر علينا أن يكذا. وشاركت في هذه الجهة وشاركت في الجهة الأخرى، وكانت من الأوائل كذلك. هذه فقط تدريبة، قلت لهم لا تخرجوني في النتائج. فلا أدري أخ محمد أحمد، ألعب الموسم المقبل لأغلق بعض الأفواه، لا أدري هذه الأفواه ماذا تقول. إذا كان هناك من يتكلم ولا يعطيني هو رأيه مباشر لي أنا، فهذا شخص عنده مشاكل وعنده نوايا سيئة، لأنه هو يخشى أن يكلمني مباشرة فيتكلمون في أماكن أخرى، هذا شخص أصلاً ضعيف شخصية وعنده نوايا سيئة، أو مريض، أو عنده حسد أو بغض، أو يراني أنا كمنافس له في ربما بيع الحمام وبعض الخزعبلات، لا أدري إخوة الكرام. هذا هو أخي محمد، الأمور واضحة وسهلة جدا، من له رأي أو من له شيء فليتحدث مباشرة، لا تخشى أخي محمد أحمد، يعني حتى لو لم ألعب، ربما لن ألعب بسبب الوقت، وبسبب حتى هناك أشياء لا تستحق أنك تلعب، يعني لا يوجد هناك أي استحق، لا يوجد هناك ذهبت هذه الرغبة. أنا صريح، تعرفون علي الصراحة، حتى في رأيي الحمام المسافة الطويلة القصيرة، رأيي في الحمام، كيف نتعامل مع الحمام، عندي بعض الأشياء ربما راديكالية مختلفة على بعض العادات التي تقال على الحمام، وبعض الإخوان ومع الوقت تعود عليها بعض الإخوان، والحمد لله تمكننا من تغيير العديد من الأفكار في طريقة الهواية وفي تربية الحمام، بسبب ما عرفناه من العديد من الأبطال، واللي أبطال كبار علميين، يعني حتى في أوروبا الأغلبية الساحقة ليسوا متحكمين في معرفة الأمور العلمية، شافوا أنهم فقط خزعبلات والناس كبيرة في السن. لا يغرنكم مسألة أوروبا وأنه أوروبي وأنه مربي في أوروبا، لا يغرنكم ذلك، ربما عندنا احنا من المعلومات ومن الإمكانيات ومن الحماسة ومن الحمام ما هو أفضل، لكن فقط الوضع والبلاد التي يسكن فيها الإنسان هي التي ربما تظهره أكثر من شخص آخر ربما أفضل في بلاد أخرى يعني ضعيفة. هذا هو الهدف اللي كانت تحكم العثمانيين، حنا واحد تلفينا. طهور، الله يبارك فيك أخي طهور، يلا بارك الله فيكم الإخوة الكرام، إن شاء الله يكون خير، سأقوم بفيديوهات أخرى، الآن عندي 3% فقط في البطارية ويجب أن أذهب. عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم ووعدي لكم بالنسبة لهذا الحمام، هناك فرق أخرى في الألمانية، الفرق الألمانية هنا فرق، أغلب الفرق بلجيكية وقليل من الألمانية، وفي اللفت الآخر أغلب الفرق ألمانية وقليل من بلجيكية، هي كذلك فيها عرض، كل شيء عرض. يلا تحياتي لكم، وإن شاء الله سأقوم بفيديو آخر، وعدكم عند الذهاب لألمانيا سأقوم لكم بفيديوهات رائعة جدا عن أبطال كبار هناك مباشرة، لايفات، ممكن تروحوا الأسئلة. للأسف هذا الوقت كنت سأعود من ألمانيا الآن،
يعني كنت أريد مدى فقط 10 أيام، لكن إن شاء الله في المرة اللاحقة بسبب المرض لم أستطع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. ربما سأستمر في سلسلة صبورات الزجاج بطريقة أخرى ليستفيد الجميع، ومن له شيء ممكن يقولوني مباشرة. وشكرا لجميع الإخوة اللي ساندونا وجميع الإخوة اللي كانوا يسألوا علينا في الهاتف. الحمد لله صرنا بصحة جيدة، الرئاسة تستعيد قوتها. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.